العادي في مجتمعنا المصري العربي لما بيجي اي خلاف في العلاقة الزوجية دايما بنلاقي ان الزوجة بيكون لها شكاوى معينة والراجل ليه نفس الشكاوى، بس احنا الحقيقة قليل قوي او نادر او ده عمره ما حصل. وشفنا ان في راجل بيظهر على السوشيال ميديا بعد 8 سنين من الجواز من مجتمع ريفي بيعاني من خيانة زوجته ليه، وطلع واشتكى وهدفه كل اللي بيحصل ده كله ان هو عايز عياله. دي حاجة أول مرة نسمعها، فلازم نعرف إيه اللي وصل الموضوع للشكل ده. معانا مصطفى وهو صاحب القصة، خلينا نسمع منه القصة بتفاصيلها. ازيك يا مصطفى؟ أنا بشكرك إن أنت نورتني. الله يخليك. إيه القصة يا مصطفى؟ يعني البداية جت منين؟ أنت عرفتها منين؟ احكي لي من أول ما أنت عرفتها. هي البداية خالص هي بنت عمتي. أنتوا قرايب كمان؟ بنت عمتي؟ بنت عمتي، أمها بنت عمتي لازم. هي كانت حماتي بنت عمتي لازم. تمام. كنت لسه عندي مثلا زي 27 سنه، فكنت بادئ حياتي كويس جدا، فكنت عامل كارد صغير كارد ما عشان اجيب عربيه. فدي كان البدايه معايا، ان الجماعه قالوا لي لا انت هتتجوز الاول وبعد كده تجيب اللي انت عايزه وتعمل اللي انت عايزه. اهلك ابوك وامك قالوا كده؟ ابويا وامي، كنت انا اللي فاضل في البيت صغير وعايزين يفرحوا بيا، فاقترحوا عليا بنت عمتي. طبعا هما كانوا اصلا قاعدين في البساتين، وحماتي لما اتجوزت خدت حمايه وراحت قعدت في حته اسمها قريه الشرفة مركز الصف في اخر الجيزه. تمام. رحنا زياره شفناهم وبتاع مش عارف ايه، وفي نفس الوقت اللي احنا شفنا في الزياره قرينا الفاتحه. تمام. ومشينا. دي كانت البدايه. وهي كانت تحت السن القانوني؟ انا كنتش اعرف الكلام ده كله. يعني انا ما كنتش اعرف، انا دخلت لقيت حد في البيت، فالبيت زينا مثلا مراتات اخواتها شغالين في البيت بايديهم واقفين مع حماتهم، فنفس التربيه نفس اللي عندنا ريفي بمعنى اصح يعني. المهم ايه، دخلنا في خطوبه. دي حصلت معايا مشكله في الخطوبه ذات نفسها. انا كنت رايح بعربيه من عندي، كان في حد جاي يجاملني ويزفني بعربيته، فابوها قال لي لا ما تجيبش عربيه اخوها يزفها بعربيه. قلت له طب انا يعني انا برضو زمايلي بزفهم، انا شغال سواق وشغال في العربيات، فبزف يعني اصحابي بزفهم بعربيات كويسه، ما اروحش الاقي هناك عندي عربيه كده. قال لي لا في عربيه تمام وموديل السنه والكلام ده كله. دي كانت اول مشكله حصلت. مشكله تافهه بيني وبينك، هي مش مشكله، هي مشكله اللي هي تافهه بقى، اللي هي اتضح في الوقت دوت اني انا مؤاخذه في الكلمه حمايه مش ممشي كلمه في البيت، اللي ممشي الكلمه حماتي. تمام. تمام. حصل خلاف في نفس اليوم وفركشت الخطوبه وقعدت 6 شهور. ايه ده؟ يعني انت يوم الخطوبه فركشت عشان العربيه؟ لا مش عشان العربيه. انا بعد ما رحت جبتها وجابوا عربيه ورحت جبتها والكلام ده كله، حصل خلافات طبعا بالتلاكيك. تمام. المهم قالوا اطلع عشان تلبس الذهب. طلعت عشان البس الذهب، قالوا لا حماتك بتقول ما تلبس الذهب دلوقتي. طب ازاي؟ فبكلم حمايه، فلقيت حمايه خلاص على جنب، هي حماتك قالت لك ما تلبس الذهب دلوقتي. فخلاص انا بالنسبه لي الموضوع مشي معايا ان ما فيش كلمه في البيت. خلصت اليوم الخطوبه. طبعا هم برضو لما اخذف اللفظ كان حصل حاجات كده في الفرح، كانوا جايبين حاجات ما ينفعش تيجي، والناس من عندي من المعازيم شربوا وبتاع، وناس تعبت وراحت ناس راحت المستشفى، وكان كانت قصه يعني. المهم ايه، مشيت ويعتبر فشكلت إيه الخطوبه. يعني كانوا جايبين مخدرات. لا لا، كانوا جايبين مخدرات في قلب الفرح. تمام. المهم فشكلت الخطوبه، قعدت 6 شهور. 6 شهور دولت حماتي كانت ورايا عشان ترجع الموضوع. خاصة مع أهلي قالوا لي أنت صرفت زي 20,000 جنيه ذهب وفرح والكلام ده كله، طب أنت ليه تخسر الكلام ده؟ المهم لما رجعت خلاص بقى اللي هو رجوع، خلاص هي واحدة هتيجي تعيش في البيت خلاص ماليش علاقة. بس ما تقوليش أنت رجعت عشان صرفت 20,000 جنيه فعايز توديهم تصرفوا في المكان الصح. تمام. بجد؟ اه والله انا خلاص اوريدي يعني. انت ما كانش في بينكم قبول؟ ما فيش بينكم حب؟ ما فيش بينكم تفاهم؟ انا كان اول مره اشوفها اصلا. ده ما قعدتوش مع بعض؟ قعدتوا في بيت العيله تتكلموا؟ لا 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 لا، فيش الكلام ده. انا ابوها في المره الثانيه قال لي انا ما عنديش بنات بتخرج، انا ما روحتش اصلا في الثلاث اشهر دول غير 3 مرات. معلش يا مصطفى، ما هو الكلام برضه غريب يعني، ما عندوش بنات بتخرج بس في نفس الوقت بيجيب مخدرات في الفرح، ما ايه ولاده. طب يا مصطفى ماشي خلاص. لا. حصل ده وتمام وقلت هنتجوز. رجعنا بقى اتكلمنا. خلاص تمام اتفقنا. في وسط الاتفاق قلنا 3 اشهر هنخش. حلو. تمام. قعدنا ابوها في الاتفاق، قال انا عايز كذا كذا كذا، ومن ضمن الاتفاق انا ما عنديش بنات تخرج. قلت له يا باشا انا مش هخرج، انا هاجي عندك 3 مرات، مره في كاتب الكتاب، مره في حجز الفساتين، ومره وانا جاي اخدها. وده فعلا اتطبق بالحرف. بدا معايا اول حاجه واحنا بنكتب الكتاب. واحنا بنكتب الكتاب المأذون مضان على الوصل الامانه.
دي كانت البدايه. سالت طب ليه واصل الامانه؟ قال لي مراتك فاضل لها 4 اشهر وتتم السن. فاضل لها 4 اشهر وتتم السن. بعد كده هتيجي هطلع لك الاسايم الرسميه وهتاخد ايصال الامانه بتاعك. تمام. مشينا على هذا الوضع. طبعا في الوقت دوت او في اليوم ده ما حدش جه في باله ان هو يبص مثلا على شهاده الميلاد اللي هو بيكتب بيها هي مواليد ايه او الدنيا ماشيه ازاي. المهم اتجوزت. انا معايا مشاكل من اول ما اتجوزت اساسا. ما طبعا لازم تبقى عندك مشاكل. يعني انت تعرفها منين ولا عشرتها ولا تعرف طباعها ازاي ولا هتعرف طباعك منين؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك فقبل فرحي باسبوع انا كنت رامي عليها يمين الطلاق. قبل فرحي باسبوع عشان كان العزال جه ناقص وهم قالوا لي قبل العزال بثلاث ايام هنجيب الحاجه اللي فاضله والحاجه ما جاتش. تمام؟ المهم حصل خلافات. بعد الخلافات دي كانت هي غضبت اكتر مثلا من 3-4 مرات قبل همسه دي. قبل غضبت 3-4 مرات قبل همسه. الكلام ده في خلال قبل سنه. قبل ما تحمل ولا قبل ما تخلف؟ قبل ما تحمل. اوكي. قبل ما تحمل. المره الاخرانيه كانت هي حامل في 6 اشهر في همس. تمام؟ همس دي اتولدت عندهم هناك. انا عرفت بعد ما همس اتولدت ب 20 يوم. عرفت ان اللي هي ولدت بعدها ب 20 يوم. ال 20 يوم ده انا دخلت في كذا قصه كده ان انا اسجل البنت. طبعا انا مش عارف اسجلها. اتصلت بالمأذون، المأذون قال لي لا انا ما اعرفكش وانت مالكش حاجه عندي. تمام؟ اتكلمت معاهم كذا مره في موضوع الاسايم هو ما فيش، لان خاصه ان هي ما كانتش لسه تمت السن. يعني هي دوبك كانت لسه مطلعه بطاقه ما فيش من 6 اشهر او 7 اشهر. تمام؟ المهم حد ما بدون ذكر اسماء وقف معايا وعملت عقد جواز عرفي وسجلت البنت دي بعد 40 يوم بعقد جواز عرفي. دي اول بنت ليا اسمها همس. وكانت غضبانه وعند اهلها وخلفت. أيوة. بعديها ب 20 يوم وما قالتلكش وقت ما خلفت ولا حماتك قالت لك ولا حماك قال لك محدش قال لي ولا أنا اخواتها. بنتي انا بنتي راجعه. وانت علاقتك سيئه بالكل؟ مفيش حد معين في علاقه كويسه؟ بص يا معانا الباشا ولادها هناك اعتبر مفيش عيال. طيب لا يعني هو مثلا مش عايز بس اخش في تفاصيل جامده. لا خلاص لا مش عايزين ان حتى يعني نخبط في حد خلاص. بس انا 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 يعني خلصت الكلام. انا لو عايز اجيب علبه سجاير فبطلع اقول لامي هاتي ما اجيب علبه سجاير. دي خلصت الكلام. طيب وبنتك جت همس ايه بقى اللي حصل بعد كده؟ همس جت مراتي رجعت بعديها بسنه بالظبط. همس جايه عند البيت وهي عندها سنه. السنه دي كان حصل خلافات كتير وكان حصل مواويل مع المأذون وكان حصل شويه حاجات كده. وانت ما شفتش البنت في السنه دي خالص؟ شفتش البنت في دي في السنه خالص خالص. اولا الجماعه دولت بنتهم غضبانه فانت ما ينفعش تروح هناك. انت لو رحت هناك هتعمل مشكله. تمام؟ لو رحت هناك هتعمل مشكله لان البيئه اللي هم عايشين فيها. فمثلا انا اختي غضبانه فجوز اختي جاي يشوف بنته فعادي هقابله معامله طيبه مفيش مشكله. بس دي بنت عمتك المفروض يعني انتوا قرايب يعني. مفيش ود. ما كانش فيه ود اصلا. ما كانش فيه ود خالص. يعني الله يرحمه ابويا هو اللي كان بيودهم. اما بالنسبه لنا احنا ما كانش فيه ود. طيب. انا اقسم بالله قرايبي كلهم حذروني اصلا من الجوازه دي قبل ما اخش. امال اكتشفت الخيانه دي منين؟ الخيانه دي كانت اخر مره خالص. انتوا قعدت بقى بعد هي رجعت بعديها بسنه حصل ايه في السنه ديت؟ رجعت هي رجوعها عندي ما بتكملش مثلا صيام. اكتر فتره قعدتها عندي 6 اشهر او 7 اشهر ما كانتش بتكلم امها. دي اكتر فتره قعدتها عندي في البيت. ما كانتش بتكلم امها. ليه؟ هي كانت راجعه من البيت. يعني هم كان هي عايزه ترجع وهم مش عايزين يرجعوها. تمام؟ فهي سابت البيت وجت. فهم قطعوها عشان خاطر سابت البيت وجت لي. تمام؟ دي اكتر فتره قعدت فيها عندي يعني. وكانت العشره كويسه المعامله كويسه؟ الدنيا كانت تمام. الدنيا كانت تمام. ولحد اخر مره حصل فيها موضوع التليفون انا مراتي ما كانتش بتشيل تليفون طول ما هي في بيتي. لان اول مره حصل فيها مشكله كان بسبب التليفون بكلامها مع امها. فمنعنا موضوع التليفون ده نهائي. يعني لما تيجي عندك البيت بتاخد منها التليفون؟ مفيش. هي مش شايله تليفون اصلا. طب جت وبعد كده 6 اشهر ورجعت وحصل الخلاف ده. انت عارف انتوا انا اللي انا عارف انتوا قعدتوا 8 سنين متجوزين. 8 سنين قعدت معاك قد ايه في 8 سنين دول في البيت؟ 3 سنين ونص في البيت. في البيت. طب عرفت منين انها بتخونك؟ ايه اكتشفت ازاي؟ اكتشفت هي اخر مره خالص في رمضان اللي فات ده، لا اللي قبله. تمام؟ الكلام ده بقى له سنه دلوقتي ثانوي. تمام؟ كانت هي ابويا الله يرحمه كان مات في ذو الحج. الله يرحمه. فاخويا محمد قال لي مش هينفع الكلام دوت وانت ابوك الله يرحمه مات وما ينفعش الناس تتكلم فانا هروح اجيب مراتك. تمام؟
المهم راح هناك حصل مشكله بينهم، وهم يعني شبه طردوهم، ومعايا برضو مكالمه متسجله هي بتتكلم مع حد ما بتقول بيقول لها انت روحت ازاي؟ قالت له انا شبه اتطردت مع اخوات مصطفى. تمام. المهم جت عاشت في الوقت ده، جت كان ابوها تعبان، ابوها كان تعبان جدا جدا جدا، يعني حالته الصحيه كانت صفر. تمام. فهي راجعه بتليفون، راجعه بتليفون، التليفون ده كان صغير كده صيني، يعني انا ما كنتش متهيأ لي ان هو يبقى فيه واتس او فيه فيس او الكلام ده. تمام. المهم ما كانش فيه شك اصلا، يعني الحياه كانت ماشيه عادي. فجت قعدت قضت معايا بالظبط، هي كانت راجعه 15 رمضان او 16 رمضان بالظبط، في العيد جم اعمامها من عندي من القليوبيه، جم اتعرفوا عليا وقالوا لي احنا بعد كده اللي هنتسال من الجهات دي هتتسال مننا، واي مشكله بعد كده معانا احنا، مالكش دعوه بابوها مالكش دعوه بامها، وانسى الناس اللي هناك دي خالص. تمام. تمام. عدينا العيد، طبعا هي في العيد راحت عيدت على ابوها وامها. حلو. اما رجع بعد العيد بيومين ثلاثه او اسبوع تقريبا، يعني كنت انا موجود تحت، انا والدي عنده ورشه نجاره الله يرحمه، فكنت بنزل اقعد فيها عادي لو انا معيش شغل بالعربيه فبنزل اقعد فيها. قالت لي محمد ابن عمتي جاي عايز يتعرف عليك. تمام. فانا قلت لها محمد ابن عمتي مين؟ انا ما اعرفش اللي انت ليكي عمه اصلا. قالت لي محمد ابن عمتي ده انا ليه عمه في حته اسمها اجور الزغره وهم قاعدين والكلام ده كله، وهو حابب يجي. هو اصلا مش قريبها دي قصه بقى. لا هو فعلا كان قريبها. هو فعلا قريبها. تمام. قلت لها ماشي على دماغي يجي يشرف مفيش مشكله. قالت لي خلاص هو جاي. فعدى زي ساعه ساعه ونص، فاتصلت بيها وقلت لها هو محمد ما جاش ليه؟ قالت لي ده هو لسه قدامه شويه. طب شويه ليه؟ قالت لي ده هو اصلا شغال في شركه وهو في الغردقه بيودي نقله، كان شغال في شركه زي نايتي كده وراكب عربيه جامبو، فبيودي نقله الغردقه وهو راجع من السفر هيعدي علينا. فانا سواق، يعني قصه ان هو يروح 600 كيلو سفر ويرجع 600 كيلو سفر ويبقى عندي طاقه ان انا اروح اتعرف على حد، فدي صعبه. فجه قعد دخل وخد واجبه. تمام. قال لي يا مصطفى انا عارف ان انت معاك رخصه اولى وجايب لك شغل معايا في الشركه والكلام ده، طب انت بناء عن ايه بتقول لي كده؟ انا اللي عرفت ان انت معاك رخصه اولى وبتاع وقاعد مش شغال. قلت له طب اللي هو اللي قال لك ان انا قاعد مش شغال ومعايا رخصه اولى ما قالكش ان انا معايا عربيه بتاعتي شغال بيها؟ قال لي ده ملوش دعوه بده بتاع. المهم كلامه كله ما كانش طبيعي. خد واجبه حتى ما اكلش هو كوبايه العصير وخد بعضه ومشي. تمام. كده اصبحت ان في حاجه بتخرج بره البيت او حد بيخرج سري بره البيت. ده بدايه الشك عندي. تمام. عرف منين ان انت ما بتشتغلش دلوقتي؟ بالظبط. وعرف منين ان انا معايا رخصه اولى؟ الكلام ده برضه انا مش همشي في الشارع او لسه هو بس انتوا يعني دي المفروض قريبها وانتوا قرايب، فيعني متهيألي الكلام يعني في مجتمع عرفي كله بيحكي بيتكلم يعني ولا ايه؟ خاصة هي بيحكي بيتكلم. انت لو حضرتك انت قصدك انت شكيت ان هما الاثنين بيتكلموا يعني؟ لو انا متردد عليك هحكي واتكلم. اما انا مش متردد عليك، انا اساسا ما بعرفوش يعني ما شفتوش 8 سنين، ممكن اكون رحت هناك في مشاكل في غضبات. مش بس ده شك، ده مش تأكيد ان هي بتخونك، انت لغاية دلوقتي لسه مش لحد دلوقتي مفيش تأكيد. تمام. تاني يوم الصبح قمت فطرنا، التليفون بتاعها رن واحنا قاعدين بنفطر. قالوا كذا كذا كذا. تمام. تمام. بقول لها مين اللي بيكلمك؟ قالت لي محمد ابن عمتي. هبقى عايز ايه محمد ابن عمتك؟ قالت لي هو بيرن عليا عشان اكلم عمتي. طب انت ما كلمتيش عمتك ليه؟ قالت لي هو خرج من البيت. طب لو هو خرج من البيت ما كلمكيش ليه قبل ما يخرج من البيت طالما عمتك عايزه تكلمك؟ يا عمتك معاش تليفون؟ قالت لي لا معاها في التليفون. قلت لها خلاص ماشي تمام. نزلت. طبعا انا الخط بتاعي فاتوره. فاتوره بتدفع كل شهر. فالابلكيشن عندي بيسمح ان انا ادخل مثلا ثلاث اربع خطوط كخطوط عيله احول لها رصيد احول لها كده. فانت حاطط خطها معاك؟ خطها كان معايا. فدخلت جبت تفاصيل مكالمه لمده ثلاث ايام. لقيت اليوم اللي هو جالي فيه اللي هو كان امبارح فيه خمس مكالمات. بينك بينها وبين بينها وبينه. المكالمات دي خمس دقائق سبع دقائق ست دقائق، ده الطبيعي. انت جاي ايه؟ انت جاي امتى؟ انت فين؟ الكلام ده كله طبيعي. في مكالمه فيهم نص ساعه. نص حاجة و30 دقيقة بالظبط. فاتصلت بيها، انت فين؟ قالت لي فوق في الشقة. قلت لها طب انزلي انا عايزك. نزلت. بقول لها انا لقيت انت امبارح كلمتي ابن عمتك كام مرة؟ قالت لي كذا كذا كذا. طب في مكالمة فيهم نص ساعة صح؟ قالت لا مفيش. قلت لها لا في، والمكالمة اهي، وريتها الايه؟ العداد بتاع المكالمة. قالت لي ايه المشكلة يعني؟ قلت لها لا مفيش حاجة اسمها ايه مشكلة، انت بتتكلمي نص ساعة بتاع ايه؟ قالت لي وانت شاكك فيا؟ قلت لها انا لو شاكك فيك هقول لك انت طالق وروحي بيت ابوكي والموضوع اتقفل معايا. ما فيهوش جدال تاني.
بس افهم النص ساعه دي بتاعت ايه. قالت لي انا من ساعه ما رجعت اخر مره كان في مشاكل بيني وبين اخواتي وما بكلمهمش، وابن عمتي عايز يعرف المشكله عشان يصلح بيني وبين اخواتي. هو عنده كام سنه؟ قالت لي حاجه و20 سنه. قلت لها يعني ابن عمتك اللي عنده حاجه و20 سنه هو اللي هيصالحك مع اخواتك وامامك اللي هي ناس كبيره وعندها عيال ما يعرفوش، اخواتك ذات نفسهم ما قدروش، خلانك اللي هو اخوات امك ما عرفوش يصلحوا ما بينكم، تمام؟ هم ايه الكلام خلص بينا كده. طب هو ده الكلام اللي كان معاكي؟ قالت لي اه هو ده الكلام اللي حصل. فين؟ في التليفون. قلت لها خلاص انت هتعيشي في البيت عندي، هتعيشي من غير تليفون، التليفون ده مش هتشيليه تاني، يمشي معاكي يمشي، ما يمشيش معاكي يبقى بيت ابوك مفتوح ومع الف سلامه. قالت لا انا مفيش حاجه اسمها اقعد من غير ايه؟ تليفون. قلت لها خلاص يبقى احنا كده نتصل بعمامك ويجوا يشوفوا الايه؟ القصه دي هترسى عليا. اتصلت بعمامها، عمامها مشكورا جم، تمام؟ قعدنا اتكلمنا ايه يا مصطفى اللي حصل؟ قلت له اول بدايتي خالص قلت له انا عايز اطلق. بس مصطفى وانت كده لغايه دلوقتي برضو انت مش ماسك شيء لسه لحد دلوقتي كده مفيش، بس انت خدت قرار متسرع انك انت عايز تطلق. ما خلاص انا الشك داخل جوايا، تمام؟ فقلت له كذا كذا، قال لي طب افهم بس ايه القصه وانا معاك. شرحت لهم القصه وهم دعموك بقى في الطلاق ولا قالوا لك ايه؟ لا قلت له في كذا 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 كذا، ترضاها لو انت ترضاها على ابنك انا ما عنديش مشكله، ابنك برضه في قريه ريفيه وانا في قريه ريفيه. قال لي يا ابني في حد يقبل وفي حد ما يقبلش. انا ما اقبلش على ابني. قلت له ولا انا اقبل على نفسي. قال لي طب انا هاخد جهاد معايا لحد ما نشوف الموضوع يرسى على ايه، ندي نفسنا اسبوع. حلو. واخدوها ومشي. لو فوق طلاق عيالك يلزموك، تصرف ما تصرفش انت حر مع عيالك. قلت له انت كده كلام زي الفل وانا معاك في اللي انت عايزه. كان عندك ساعتها بنت؟ كان معايا بنتين بقى. بنت كانت جابت بنت ثانيه. همس ومكه. قاموا مشوا، فقعد معايا حد كبير من عندي من البلد، قال لي يا مصطفى حتى لو حصل كلام ودي بقى، لو حصلت حتى رقم تليفون او انت شاكك او هي حتى لو عملت كده، البنت ديت ما ينفعش نسيبها، لازم ننقذها من البيئه ديت وما نرجعهاش والكلام ده كله. في وسط الكلام قال لي عايزك التليفون بتاعها ده تنهيه نهائي وما تفكرش فيه تاني. قمت معامل القعده دي، هو فكرني بالتليفون. روحت فتحت التليفون، اول ما فتحته جه رساله على الواتس. الرساله ديت مع حد اسمه عمرو الشربيني. رساله اسمها ايه؟ الاني رساله واتس على تليفونها هي. هي كانت سابت لك التليفون عندك؟ التليفون انا اخدته معاها من ساعه ما كنا بنتكلم. اه اخدته. ما خدتوش تاني خلاص. آه عمرو الشربيني. خلاص ما خدتوش تاني. مين ده بقى الضوء؟ فعمرو الشربيني ده في المحادثه ديت فويزات مش كلام على الواتس. فاول البدايه خالص شفت الكلام هنا احسن من الفيس ازاي؟ حتى هنا الكلام سهل. فالطريق خدني على الفيس كده، في مكالمه على الفيس. رجعت دخلت على الفيس لقيت في بينه وبينها مكالمه، المكالمه ديت مثلا ممكن تعوق شهر على اوقات متفاصله. انا كملت المكالمه، يعني دي كانت اول حاجه اعملها. هو كلمني والتليفون مفتوح فكلمته على اساس ان انا هي. ففي الاخر قال لي انا اخت اخو مرات اخوها. ففي اخر المكالمه هو عرف بقى انا مين. قال لي ابعت لي رقمك اكلمك، الكلام ده معايا في المحادثه. قلت له انا معايا رقمك لو عايز اكلمك كنت كلمتك، اما الموضوع بالنسبه لي خلاص خلص. بس انا عايز اسالك سؤال. المكالمه بينهم ايه الفويزات؟ ايه الموضوع فيه؟ الفويزات دي كلها مش طويله. هو سالها انت ما حدش بيشوفك ليه؟ قالت له انا رجعت بيت جوزي. قال لها طب ما فيش مشاكل؟ قالت له لا ما فيش مشاكل. طب ما حدش يشوفك؟ قالت له انا كنت عند ابويا في العيد بعيد على ابويا. قال لها طب انت جيتي في العيد وما اتصلتيش ما قلتيش، تمام؟ اللهم صل على النبي. طب انت كنت بتصومي رمضان اللي فات ولا لا؟ دي طبيعه الكلام. هو بس معلش ده طبيعه الكلام. يعني دي ما اقدرش انا اسميها خيانه، اقدر اسميها انها بنت تافهه او بنت هبله، بنت صغيره بتهبل. كل ده تفاهه انا ما عنديش مشكله فيه. لا هو في تاني، تمام؟ ومكالمة لقيت مكالمة تاني مع ابن عمتها بقى اللي حصل معاه المكالمة نص ساعة. ايه بقى؟ المكالمة دي ابن عمتها كان طبعا بيسافر، بيسهروا طول الليل على التليفون. طبعا هو مفيش كلام خارج، انت سهرانة، انت اعملي ايه؟ انا ما بعملش حاجة، طب مش عارف ايه؟ طب انا عايزك تسليني، طب انا جاي عندكم الجمعة الجاية، طب عايزين نخرج مع بعض. كل الكلام ده برضو انا
لحد دلوقتي مثبت. هو طبعا لا ما هو كل تفاهه ومش مقبول اصلا. انت هي الست متجوزه بس هي بتقول انت... يعني هي طفله اتجوزت، بنت صغيره اتجوزت، فمش فاهمه ايه اللي ليها ولا عليه. انا دي برضو مش انا اللي اعلمها لها. حقك. لا انا مش بقى مش بلومك في شيء جميع الموضوع ده، انا مش مقبول يعني. بس طبعاً. كلمه خيانه اكبر من الحدث اللي احنا بنسمعه. بس كم كلمه خيانه جت لما حصل المكالمه دي بتاعت بنت ابن عمتها، ومكالمه بتاعت عمرو شربيني اللي هو اخو مرات اخوها. تمام. ومكالمة تانية مع حد اسمه منصور أو سيف من عندهم في الشارع. يعني وكلها مكالمات خارجة ولا مكالمات إيه؟ لا كلها مكالمات عادية. طب أنا أسألك سؤال. اتفضل. هي المكالمات ديت عشان هي بعيدة ومش موجودة في حياتك وما عندهاش أب أو أم عندهم وعي. تمام. يعلموها يعني إيه أنت زوجة ويعني إيه التزامات الزوج ويعني تمام. إيه؟ يعني هي بتتكلم مكالمات مع الشباب. تمام. صح؟ تمام. وده على اساس انت قررت تنفصل. اه طبعا حقك. هي ما كانتش كده من 8 سنين. لا 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 انا مش بلومك. تمام. مش بلومك. ليه بتظهر دلوقتي على السوشيال ميديا وبتحكي القصه دي؟ ظهرت دلوقتي على السوشيال ميديا. انا معايا بنت اسمها همسه عندها دلوقتي 8 سنين. البنت دي طلبت كذا مره ان هي تتعلم، هم رافضين العلامه. انت انفصلت خلاص؟ انا انفصلت من شهر 12 اللي فات طلاق نهائي. انا طلقتها غيابي لاني كان كذا حد قاعد عشان نرجع تاني وانا رافض الموضوع. خلاص. ده الموضوع لاني كان حصل حصل ايه؟ مكالمه بيني وبينها والرد بتاعها ما كانش كويس. قالت لي اه فعلا انا عملت كده وعملت كده في شقتك. لو عملت كده في بيت ابويا شهر، انا عملت كده في شقتك وعلى سريرك وفي بيتك. لا عملت ايه اللي هي اتكلمت مع مكالمات كذا. يعني مش فعل يعني. هو لحد دلوقتي معترفه ان الناس دي اخواتها. بس لو الناس دي اخوالها لو الناس دي اخواتها سوري يبقى هي دي كده. مصطفى سؤال، انت بتطلع دلوقتي بتقول هي عملت 1 2 3. اه هي ده عملت ده فعلا. تمام. بس هسال سؤال، انت مش شايل هم ان دي ام عيالك فانت بتقول الكلام ده، فهو يتحط عليها بعد كده ويتحط على عيالك بعد كده؟ ما ينفعش تبقى ام. لو هي على فكره ما هقول لحضرتك على حاجه، بس في حاجات كتير قوي انا لو قعدت احكيها احنا مش هنخلص. خلي بالك انا لو هاجي ابص لها كمصطفى كزوج بيتجوز، اه حل. طبعا انت ليك حقوق لك احتياجات. تمام. دي بشكل او باخر دي نوع من انواع عدم احترام الطرف الاخر اللي موجود في العلاقه. تمام. ما فيهاش كلام. يعني كلمه خيانه، خيانه يعني لازم يكون في ملامسه جسديه ولازم يكون يعني وخيانه مشاعر. هي بتتكلم مع الناس من منطلق انت بتقول لي حتى ما فيش كلام خارج. تمام. انا مش بحبك، نفسي اشوفك، وحشتني. لا هو الكلام خالص مع طيب يبقى هي هيتقال تاني انها بنت تافهه. تمام. دي طفله تافهه. تمام. انت طالع بتحكي انها عملت الحاجات دي كلها وهو حقك، بس بتحكيه من منطلق ايه؟ انت عايز عيالك منطلق ولا من انت بتنتقم منها؟ لا انا عايز عيالي. انا ما عنديش انتقام، انا خلاص طلقت والله سهلها بعيد عني. وهي مش عايزه تديك عيالك خالص. الله اعلم. انا لحد دلوقتي كده هي اولا لو تاخد بالك من الكلام انا امها تبقى بنت عمتي لازم. يعني عشان انا اطلع على السوشيال ميديا اقول الكلام ده معنى كده ان انا تغطيت ناس كتير دخلوا في الموضوع ومحدش عارف يحل. ده فعلا. انت مش عارف تاخد عيالك دلوقتي؟ مش عارف اخد عيالي. مش عارف تاخد عيالك خالص. هو وقانون الرؤيه ورفعت انا ما رفعتش قانون رؤيه عشان انا ما ينفعش اروح هناك اشوف عيالي هناك. خايف؟ مش خايف. اخاف من ايه؟ هي اولا دلوقتي هي عندها 3 اخوات، اخ فاضل اللي واحد بس هو اللي فاضل بره، الاخين التانيين محبوسين في سرقه. اه اخاف من ايه؟ فانت مش عايز ولادك يتربوا في البيئه دي. بس انا مش هينفع اروح اتعامل معامله وحشه عشان اشوف عيالي. وانت لو هتاخد عيالك هتحطهم فين؟ مع والدتك؟ انا والدتي عايشه قاعد في بيت لوحدي ومفيش اي مشاكل. انا قادر ان انا اعمل لهم اي شيء. هو على فكره دي بتبقى مشكله كبيره جدا بيقع فيها برضو الازواج، ان القانون من ناحيه الزوج ان هو يشوف ولاده او من ناحيه ان هو يكون في ضامن ان هو يقدر يتعامل مع ولاده ضعيف. يعني بيضمن حقوق المراه لكن حقوق الرجل والزوج بيبقى ضعيف جدا الموضوع ده. ما هو في حاجه انا عايز اقول لحضرتك عليها. انت كقانون حضنه الام. طب الام تسمح ليها كإحنا مثلا كمسلمين أو كبشر إن الأم تبعت لأبوها لعيال لأبوهم في نص الليل بهدوم بنص كم في عز الشتاء؟ والكلام ده الناس حاضرين؟ القانون يديها إن هي تتصل حماتي تتصل بوز بنتها وتضرب البنت عشان تشتم أبوها في التليفون؟
بص في حته الطلاق بقى او في حته معلش معلش احنا لما نيجي نجيب اساس الموضوع برضو اساس الموضوع هي طفله يعني لو نيجي نبص لها 16 سنه مش فاهمه يعني ايه هنزل عيل بنص كم ولا بكم هي مش مجمعه نفسها هي صح. زيها زيهم صح. لو نيجي نقول بقى انا بتضرب العيال عشان تشتمك او يشتموا ابوهم للاسف في حاله الطلاق والانفصال للاسف احنا بنهين بعض وبنقسي عيالنا وبنطلعهم غير اسويه ان احنا بنخبط فاضي. انت عندك مليون في الميه حق في اللي انت بتقوله ده وهو الاساس كله الحقيقه من وجهه نظري انا البسيطه. انت اتجوزت طفله لكن انا معاك في الموقف اللي انت فيه هو ولادك لازم يكون ليك حق فيهم ده ما فيهاش كلام. انا اتجوزت طفله بس عيالي ما يشيلوش ما يشيلوش. انا اتمنى من كل اللي بيشوفنا يا ريت لو حد يقدر يساعد مصطفى في الموضوع دوت واتمنى ان الموضوع مع مصطفى في سواء العيله لو هم بيشوفوا الفيديو ده يا ريت تحلوا الموضوع بالود. الولاد دول ولادكم في ولادهم في الاول وفي الاخر ومش هينفع تفصلوا الفكره ديت. والكلام ده مش بيحصل مع مصطفى بس بيحصل مع مليون عيله في بلدنا وفي الوطن العربي كل وقت الطلاق احنا بنبهدل عيالنا وبنطلعهم مرضى نفسيين عشان ننتقم من بعض. في حاجه برضو إيه؟ انا معايا جوابات جايه من المدرسه عشان ما دخلوش مدارس عشان كمان بنت معايا ورقه برضو جايه من التربيه والتعليم ان البنت ما حضرتش ولا يوم السنه اللي فاتت. ماشي ماشي انا بشكرك يا مصطفى. بشكرك.